السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الانتفاضة العربية ومتابعة لآخر تطورات الثورة السورية. وعلى ما يبدو تستمر سياسة الأرض المحروقة التي تحرق البلاد والعباد التي تأتي على الأخضر واليابس في سوريا مستمرة، ويبدو أن قوات النظام نجمها الأبرز اليوم الضحايا، كما اعتدنا أن نقرأ عليكم الأرقام التي تجاوزت المئات، نحو 115 منهم 30 في مجزرة في سلقين في ريف إدلب إثر غارة شنتها طائرة حربية، ذهب ضحيتها 30 مدنيا بينهم 8 أطفال، في معركة يتضح منها أن المطلوب فيها إبادة كل شيء وخلق فجوة وحالة من الهوة ما بين الشعب وما بين الناس وبين الثوار. ولكن حتى هذه اللحظة يبدو أن النظام لم ينجح في ذلك، إلا أن المجازر والدماء مستمرة. المزيد حول الوضع الميداني في هذا التقرير للزميل عبد اللطيف العمر، فليتفضل. ليست هذه الاشتباكات في حلب أو حمص أو حماة أو دمشق أو أي من المناطق التي اعتدنا أن نشاهد فيها مواجهات مسلحة بين الجيش السوري الحر والقوات النظامية، إنها قرداحة، المعقل الذي يتحصن فيها الرئيس السوري بشار الأسد ومسقط رأسه، والتي شهدت لأول مرة مواجهات عنيفة بين عناصر الجيش السوري الحر والقوات النظامية في حدث قد يغير مسار التكهنات بشأن مسيرة الانتفاضة السورية. الأنباء تقول إن هذه الاشتباكات خلفت 8 قتلى، وقد اندلعت بين عدة عائلات على خلفية الاختلاف بالرأي السياسي إزاء ما تشهده البلاد. ولم يختلف الحال في باقي المدن السورية عن قرداحة، اشتباكات عنيفة وقعت بالأسلحة الرشاشة بين الثوار المتحصنين داخل أحد أقسام السوق المقابلة لقلعة حلب التاريخية وجنود الجيش النظامي الذين طوقوا المنطقة. وفي ريف إدلب 21 قتيلا بينهم 8 أطفال سقطوا في غارة شنتها طائرة حربية على بلدة في ريف إدلب، وذلك وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما شهدت مناطق مختلفة في حلب اشتباكات في حيي الصخور وصلاح الدين، فيما أفادت تقارير بمقتل 6 أشخاص على الأقل في قصف للقوات الحكومية على مناطق في محافظتي درعا وحمص. وفي العاصمة دمشق تتواصل المواجهة أيضا، أحياء عدة في جنوب دمشق شهدت اشتباكات بالتزامن مع تصعيد القوات النظامية هجماتها على مناطق في ريف دمشق عزز المقاتلون المعارضون تواجدهم فيها. كانت هذه هي أبرز التطورات في الوضع الميداني في سوريا اليوم. يعني الوضع الإنساني لا يقل مأساوية، والوضع الإنساني كل يوم تزداد المعاناة فيه عن اليوم الذي سبق. المدارس وما أدراك ما المدارس والمعاناة الكبيرة في المدارس السورية، حيث تحولت من دور علم إلى دور إيواء تأوي العشرات إن لم نقل المئات من النازحين. وحلب الشهباء أصبحت إحدى العناوين المهمة في هذا، مدرسة فيها أكثر من 700 نازح يعيشون فيها، ينامون يأكلون يشربون يعتاشون في هذا المكان، والمعلمون أصبحوا يعني مشرفو سكن ينظمون أمور الناس. ننقل لكم بالصوت والصورة المعاناة من تلك المدرسة، ووالله أنقل ذلك ويدي على قلبي، لأنني أخشى أن تصبح هذه المدرسة لا قدر الله هدف لتلك القوات في القصف أو غيره. ربنا يحمي الناس ويحرسهم ويعينهم فيما ابتلوا به. خلينا نذهب إلى هناك، معنا زميلنا إياد النجار، الله يعطيه ألف عافية ابتداء على الجهد الذي يقوم به، هذا الجهد التطوعي الرائع لإياد. إياد بعد التحية، أنت الآن في مدرسة في حلب، أرجو أن تضعنا بالأجواء المحيطة بك إذا كنت تسمعني يا إياد. نعم أخ عدنان، تحية لك وللسادة المشاهدين. نعم تسمعني أخ عدنان؟ نعم أبدأ بآخر أخبار حلب والخبر المؤسف حقيقة والفظيع، وهو تدمير أو إحراق سوق المدينة في حلب
وهو من الأسواق التاريخية، قدمها قدم قلعة حلب تم إحراقه بالكامل بعد أن استهدفته قوات النظام المتمركزة في قلعة حلب بقذيفة حارقة. بدأت بإحراق سوق الزرد كما يسمى، ومن ثم انتشرت إلى كافة الأسواق التي تحتضنها أو المسمى بسوق المدينة. أيضا من الأخبار أيضا في حلب، الجيش الحر بدأ بعملية تطويق لمركز المدينة من باب الجنان. هناك اشتباكات في سوق الهال، لمحيط سوق الهال اشتباكات أيضا اليوم، وفي الساعة الرابعة تقريبا استهدف قوات الجيش مبنى البلد. يبدو الصوت صار يقطع. أنا بتخيل أنه من المناسب أنه يكون إياد معاك الموبايل ومعاك السكايب في نفس الوقت، فناخذ الصوت من الموبايل وناخذ الصورة من السكايب. على كل إذا الآن رجع معنا إياد موجود زي ما قلت على باب مدرسة في حلب. هذه المدرسة الآن فيها 700 نازح بأوضاع إنسانية صعبة، بدنا نعيش معاهم بالصوت والصورة الأوضاع التي يعانونها هناك. فما بعرف إذا كان إياد معي أو رجع معي. يعني إياد، نعم أخ عدنان، تسمعني؟ نعم. الآن تفضل. نعم، في حلب طبعا هناك بدأ في حملة حمدانية، وهو حيتبر مسيطر عليه النظام بشكل كامل. بدأت فيه اشتباكات مع دخله الجيش الحر، وبدأت اشتباكات فيه أيضا في حي الأعظمية. و نعم، ألو، نعم أرجوك أيوة استخدم الهاتف، أعطينا كمل المعلومة. نعم. على الهاتف. نعم ألو. نعم تفضل، أعطينا تقريرك. نعم. على الهاتف. نعم أخ عدنان، أيضا في الريف، في ريف حلب الغربي، هناك حصار مستمر للفوج 46 واشتباكات عنيفة في منطقة الشيخ سليمان والبحوث، ومن المتوقع سقوط قطعة الشيخ سليمان والبحوث بالأيام القليلة القادمة. ومن المتوقع أيضا أن يزداد عدد النازحين، لأن النظام كلما خسر منطقة يستخدم فيها سياسة الأرض المحروقة. الآن هو والجميع يتحدث عن أن هناك دمار هائل سيقع لمدينة حلب وريفها بعد أن يشعر النظام بأنه بدأ يفقدها. طبعا هنا في هذه المنطقة على بالقرب من الحدود التركية. ألو. نعم نسمعك. نعم، نحن الآن ننتقل إلى هذه المدرسة. الآن نحن بالقرب من الحدود التركية في مدرسة أتى إليها النازحون من كل مكان، من حلب، من إدلب، من الرستم، من دمشق. هناك عائلات وصلت إلى هنا، ومن حمص وصلت إلى هنا بعد أن طال. يعني عفوا، المدرسة هذه ليست داخل حلب؟ لا ليست داخل حلب، عشان المعلومة تكون صحيحة، لأن أنا فهمت إنها المدرسة في حلب. إذن المدرسة على مناطق حدودية، ما بدنا نحدد، هي المدرسة على مناطق حدودية. نعم نعم، هي في ريف حلب الغربي التي يسيطر عليها الجيش الحر بالكامل، وهي منطقة آمنة إلا من الطيران طبعا. ولن نسمي ما هو، نذكر ما هو اسم المدرسة أو المكان الذي نحن فيه لضرورات أمنية طبعا. وطبعا الكهرباء مقطوعة كالعادة منذ فترة طويلة، ونعتمد على إنارة السيارات في هذا الأمر. طبعا أعداد النازحون يتزايدون بشكل مستمر رغم دخول بعض منهم إلى تركيا، إلا أن الأمر بدأ ألو. نعم نسمعك. إلا أن الأمر الآن بدأ يزداد سوءا مع دخولنا في فصل الشتاء، والآن قبل قليل بدأت زخات من المطر تتساقط، ما دفع النازحون إلى الاختباء بأي مكان يرونه قد يقيهم المطر والبرد ليلا، خاصة بدأت درجات الحرارة تنخفض في الليل بشكل كبير. هنا في هذه المدرسة يقطنها ما يقارب 700 شخص، جميعهم كما ذكرت أتوا من مناطق مختلفة،
وما زالت المعاناة أيضا على الحدود التي نقلناها في المرة السابقة، الأعداد في ازدياد مستمر بدون خيام. اليوم هبت رياح خفيفة. أنت الآن عم تدخل إلى المدرسة صح؟ نعم نعم. يا ريت عشان نكسب الوقت ندخل إلى الداخل ونرى المدرسة من داخلها ونرى ما فيها، يعني كيف يعيش الأهالي هنا في هذا المكان. هذا جزء من ما يسمى باحة المدرسة، لا أدري إن كانت الصورة واضحة. نعم. هنا طفلة، هنا الأطفال نيام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا هو المنظر. هؤلاء هم ضحايا هذا النظام المتشبث بالكرسي. ماذا نقول غير هذا؟ طلعوا بالله عليكم هالمنظر. نعم. أنا أذكر إني شفته نفس هذا المظهر، شفته وقت الحرب على غزة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء أطفالنا، هؤلاء أبناء سوريا، أبناء الحرية، أبناء الكرامة، أبناء هذا الشعب الكريم الطيب الأبي الذي تخلى عنه القريب قبل البعيد. هؤلاء هي أوضاعهم، وهم يعيشون النزوح واللجوء من بني قومهم، من بني جلدتهم في عام 2012 مع وجود كل التكنولوجيا التي تصور ما يعانونه. هو يعني لو ما في تكنولوجيا أحسن. وين؟ يا كان ثلاثة ثالثة. كان. هاي بدك. كان عمو كان. الصورة كانت أول أوضح. ألو؟ نعم. نعم. هذه طفلة. يا ريت ما تأذوا، ما تسلطوا الضوء على وجوه الأطفال. الله يخليك، خليهم نايمين. ما تضايقوهم، ما تسلطوا المصباح. أنا شايف في واحد بسلط المصباح على وجوههم، بلاش، الله يرضى عليك. بكفينا نحرج الناس. نعم. معنا هاي، هذا الطفل هاي الصغير، هاي طفلة عمره 3 أيام، ما هيك عمو؟ لا إله إلا الله. هذه كيف انولدت؟ وين انولدت؟ يا ريت تحكونا، يا ريت الأخت نحكي معاها نسمع كيف انولدت وين انولدت. 4 سنين. منين أنتم؟ من رامي. من رامي. قدي صاركون هون؟ ما بعرف. نعم. ننتقل عدنان إلى داخل المدرسة، لا أدري إن كان تسمعني؟ نعم أسمعك، أسمعك. نعم، ننتقل الآن إلى داخل هذا طرف من المدرسة، طرف صغير من المدرسة. هذا كأنه الفناء الخارجي للمدرسة كأنه. نعم، هو يعني بين المبنى الأساسي للمدرسة والسور الخارجي للمدرسة. يعني هؤلاء الناس في العراء لا يوجد لهم سقف يظلهم. طبعا بالتأكيد لا يوجد. يعني تخيلوا بالله عليكم اليوم المنطقة الشرق الأوسط، هذا الإقليم البحر الأبيض المتوسط، يشهد حالة من انخفاض درجات الحرارة وزخات من المطر. الأردن في زخات مطر، سوريا في زخات مطر، وكل ما اتجهنا شمالا بيكون الجو أبرد. فلما نتكلم على حدود التركية بتكون أبرد بكثير من المناطق الجنوبية بطبيعة الحال. فتخيلوا ضمن هذه الأجواء عائلات، أولادنا وبناتنا وإخواننا وخواتنا وأطفالنا نايمين في هذه الأجواء، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في هذه المدرسة، ومحملينهم جميل إن احنا حاطينهم بمدرسة. نعم. والصورة الآن زميلنا إياد عم بتنقل في الكاميرا داخل هذه المدرسة. نعم أخ عدنان، أريد أن أنوه، تسمعني أخ عدنان؟ نعم نعم نعم. رغم كل هذه الصعاب، منذ ما يقارب 10 أيام أصدرت وزارة التربية في دمشق قرارا يهدد فيه الأساتذة ومدراء المدارس بأنهم إذا لم يعودوا إلى مدارسهم ويبدأوا العام الدراسي الجديد فإن رواتبهم سوف تقطع ويمنعون من كل شيء، وحتى أنه وصل إلى الطرد من الوظيفة. كل ذلك بهدف إحداث بلبلة في تلك المناطق التي يقطنها النازحون في المدارس بالتحديد. هل نجحوا؟ الأهم ليست تلك التهديدات، لأن النظام يهدد بالكثير والقليل، لكن هل هذه التهديدات لقد صدى عند الناس صراحة؟ لم تجد أي صدى، كان الهدف والشعب السوري كان واعي لذلك ولم تجد أي صدى لهذا الأمر.
فهم جميعهم أصبحوا في حال واحد ومعاناتهم واحدة، لم يتقبلوا هذا الأمر، والناس هنا قاعدون في هذه المدرسة. ياد ما بعرف، عندك طبيب نعرف منه الوضع الصحي لهؤلاء الناس؟ نعم، هناك مسؤول طبي لهذا الأمر، دعنا نعم سوف يأتي هناك إذا كان معك أو حدا بالعمل الإغاثي، يعني بدنا نقابل حدا من المعنيين بهذا المكان يشرح لنا عنه شو أعداد الناس اللي فيه، سواء كان مسؤول إغاثي أو مسؤول طبي أو مدرس من أولئك المدرسين، أي حدا يتوافر عندك نسمع منه. نعم نعم، هناك فقط حالة يعالجها الطبيب. لما يخلص خليه يكمل مع الحالة، الحالة أهم منه، خليه يكمل نعم مع الحالة. طبعا خليه يكمل مع الحالة، أهم الحالة. طيب أرجو أن تضعنا أنت بالصورة، من عندك الأطفال، هؤلاء الأطفال إذا كان في حدا نتكلم معاه منهم. فين الأطفال؟ مين تحب تحكي عمو؟ منين أنت؟ وين فرامي. منين أنت عمو؟ بابك من الأتارف. من الأتارف؟ ليش جيتوا لهون عمو؟ لا جايين أني في قصف بالحربي وبالمدفعية. نعم. من فوق 46. يا ريت تنفضي الكاميرا بس يا إياد، خلينا الطفل نشوفه، بلاش يوقفوا أمام الأطفال. كنا شغلة أسبوعين. نعم أسبوعين. إيه عمو، عمو ايش اسمك انت؟ ايش اسمك اذا انا بحكي معايا اياد تسمح لي؟ ايش اسمك يا عمو؟ ايش اسمك؟ انا اسمي مجد عمر حمود. يا مجد، كم عمرك انت؟ كم يوم صار لك في هذا المكان؟ شو بتحب تحكي للناس اللي بتفرجوا عليك على التلفزيون الان؟ كل حدا في العالم عم بتفرج عليك، ايش تحكي لهم يا مجد بصراحة اللي بقلبك؟ ايش بتحكي لهم؟ يعني مثل ايش؟ يعني مثلا انت زعلان من الناس، مبسوط، انت مرتاح، انت شايف انه الناس مقصرين معاكم، انت شايف الناس كويسين، حابب ترجع على بيتك، حابب ترجع لأهلك، ايش الاشي اللي انت حابب تحكيه للعالم؟ يعني الحمد لله العيش هون يعني ماشي حالة، مرتاحين، ما في قصف. هون يعني الحمد لله ما في قصف. المهم انكم انتم بعاد عن القصف. عم بتدعوا بالمدرسة، ما اشتقت لمدرستك، ما اشتقت ل بيتك، لغرفتك اللي بتنام فيها، لألعابك؟ نعم اشتقت لهم. نعم أخ عدنان. نرجع لإياد. شكرا يا مجد. نعم أخ عدنان، الآن المسؤول الطبي هنا أو الطبيب المشرف على هذه المدرسة معنا الآن، تفضل لو سمحت. بس هون نعم، هو أنت ظهرك للكاميرا، هو كمان برضو خايف يطلع وجهه للكاميرا، يعني نعم احنا لليوم نعم. لساتنا خايفين نطلع وجهنا للكاميرا، انا مش عارف ليش، على راحتكم على كله، بس على نعم. راحتكم، بس ما عاد اشي نخاف عليه، يعني الواحد توكل على الله. لدي اسباب يعني على راحته، على راحته. نعم نعم، حتى هناك توضيح اخ عدنان، هناك نازحون هنا، يوجد نازحون هنا، ولكن في لهم اقارب واخوه ما زالوا في حلب او دمشق او حمص محاصرين، قد يكونوا محاصرين، لا يريدوا أن يظهروا على أي شاشة أو إعلاميا نهائيا لكي لا يسببوا أي إزعاج على راحتهم. على راحتهم. نعم. على راحتهم. نعم. حدثنا عن الوضع الطبي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور احنا حابين ناخذ فكرة منك، شو طبيعة الناس الموجودين هون؟ انت فقط إشرافك الطبي على هذه المدرسة أم أيضا على أماكن أخرى؟ يعني ضمن إشرافك الطبي كم هي الأعداد التي تشرف عليها؟ عم بيزيدوا عم بينقصوا؟ إيش أبرز معاناتهم الصحية؟ إيش أبرز احتياجاتهم؟ إشراف الطبي هون على المدرسة وباقي في الحدود كمان، فينا 90 الحدود، أعداد هائلة بيركين بالعراء بالخيم والحدود، صار لنا عاطين شي شهر ونص هون. نعم. أكثر الأمراض عم نعانيها هلا التهاب معدي وأمعاء، بتجينا حالات كثيرة التهاب معدي وأمعاء مع تجفاف أطفال صغار نتيجة المي ما ينظيف، الأكل ما ينظيف، حياة غير صحية هون، يعني خاصة الحدود. يعني أستأذنك يا دكتور، أستأذنك يا دكتور، تطلب منهم بس يخفضوا الصوت جنبك حتى أسمعك بوضوح، الله يكرمك. إذا أغلب الحالات نتيجة نقص، يعني خلينا نحكي عدم توافر شروط السلامة العامة فيما يشرب وفيما يؤكل. لا طبعا، هي هون الحياه ما هي طبيعيه، يعني شيء ماساوي يعني، وعندنا نقص حاد بالادويه والمعدات الطبيه،
ما في مشافي، يلا بتجينا حالات تحتاج الى طبول المشفى لاخذ سوائل ورديه او صادات حيويه، مع الاسف هو ما في، يعني عم نحاول قدر الامكان نعالجهم بالامكانيات اللي عندنا. يعني كم نسبه طبعاً. كم نسبه دكتور، كم نسبه الحالات اللي شعرتوا امامها بعجز انكم لازم تنتقل على مستشفى وما في مجال؟ اذا في قصه معينه، اذا في حاله مرضيه معينه ما زالت حاضره بذهنك، يا ريت انك تحكي لنا اياها. عم تجينا لدغات عقرب، لدغات فاعي، بس ما في المصل المضاد للدغات مثلا، هدول عم بموتوا والله، وما عم نحسن نقدم لهم اي شيء. يا الله. واحسن ما عم نحسن نقدم لهم اي شيء. هلا باليوم عم نشوف حوالي 300 400 مريض هون وعلى الحدود، يعني كل يوم، يعني حوالي 300 400 مريض انا وفي اطباء اخرين يعني موجودين بالمنطقه. يعني عفوا انت بس تحكي لي اياها بس افهمها انا شوي. انت بتحكي لي انه بيجيك حاله لشاب سوري او طفل سوري او امراه او غيره متعرض للدغه افعى بحكم تواجده في هذا المكان في الخلاء في الطبيعه، وانتم تتفرجون عليه لعدم وجود مصل مضاد للدغه الافاعي فيموت بين ايديكم؟ هل هذا من باب المبالغه ام هي حقيقه؟ وكم نسبه هؤلاء؟ حوالي 4-5 حالات، يعني ما لا مبالغه ولا شيء، حالات عم تصيب الواقع، عدا الحالات التجفافات اللي عم تجينا اطفال متجففين ما بنحسن نقدم لهم سوائل ورديه لانه ما في كادر تمريضي وما في مشفى نقبلهم فيه حتى نعالجه. لا حول ولا قوه الا بالله. الان سمعنا انه في حراك لتامين مياه شرب نظيفه لكذا، لكن اللي بنسمعه كمان انه بعض الناس عم بيرفضوا تلقي مساعدات مما يجعل الوضع مأساوي معاهم ايضا. والله ما حدا بيرفض مساعده، ما بعرف انا ما حدا بيرفض مساعده لانه كلهم هون عبعان ومعاناه شديده، يعني هون الامور هي لا تتماشى مع الحياه الطبيعيه، يعني هون ميت ما خرج حياه. طيب اذا سمحت بدنا نوجه نداء لكل حدا مهتم بالمساعده الطبيه، واحنا في قناه الحوار عندنا حمله بعد ايام لهذا الموضوع، وان شاء الله في اكثر من مشروع بهاي القصه، ولكل من يشاهد قناة الحوار ما هي أبرز الاحتياجات الطبية للناس المتواجدين على هذه المناطق الحدودية من ناحية الطبية ولا من ناحية المعيشية؟ يعني من ناحية الطبية. لا أنت باختصاصك، حنتكلم إحنا مع ناس آخرين، أنت في مجالك الطبي. مجالي الطبي نحن بنحتاج لكل أنواع الأدوية، شتى أصناف الأدوية، من أدوية ارتفاع ضغط، أدوية صرع، بتجينا حالات مثلا مرض مزمن، مرض الصرع هذا بيحتاج دواء يوميا، وهون الأدوية هي ما في موجودة أبدا، حالات السكري، الأنسولين عم بيخرب لأنه ما في براد، الكهرباء بتنقطع. طب أنا ممكن ألخص معك إنه أنتم بحاجة لمستشفى ميداني يعالج طبعا. حالات الطوارئ التي تتعرض لإصابات بتواجدها طبعا. بمثل هكذا أماكن زي لدغات الأفاعي والعقارب وضربات الشمس وما شابه، وفي نفس الوقت بحاجة لقسم يوفر الأدوية لأصحاب المرضى المزمنة. هذا المطلوب. تمام، على خير إن شاء الله، ربنا يكتب السلامة ويعينكم ويجزيكم الخير على جهدكم. أعود لإياد إذا سمحت. إحنا ما زلنا نتابع معاكم أيها الإخوة والأخوات في هذا النقل الميداني بالصوت والصورة ضمن إمكانات فنية تقنية إلكترونية بسيطة جدا كما تعلمون، نعتمد على ضوء السيارة في تصوير ما نراه أمامنا. زميلنا الناشط الإعلامي إياد نجار موجود في إحدى المدارس التي أصبحت مأوى للنازحين، أكثر من 700 نازح يتواجدون في مكان واحد، وما زلنا نجري مقابلات مع مختصين ومسؤولين متطوعين في هذا المكان يصوروا لنا ويعطونا فكرة عن هذا الوضع الإنساني الذي يعيشون. نعود لك يا إياد. نعم أخ عدنان، لدينا أيضا الأخ أبو محمد وهو مسؤول الإغاثة وأيضا مسؤول عن الحياة اليومية لهذه المدرسة. تفضل أخ أبو محمد، بتخبرنا إيش اللي بتقوموا فيه بهذه المدرسة؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله أبو محمد، أهلا وسهلا. بخير. بنقدر أبو محمد بنقدر نشوفك ولا أنت كمان ما بنقدر نشوفك؟ والله الافضل يعني خلي تكون صوره جانبيه، ما في مشكله يعني عنا، يعني هيك احنا شايفينك، يعني احنا هيك. لا ما هي مشكله، من 100,000 شكر. وجهك حلو بركه، توكل على الله، خلينا نشوفك ونسمع منك ونستفيد منك. اهلا يا اخي. نعم، ما هي ابرز المعاناه الموجوده في هذا المكان؟ سيدي الكريم، معاناه جماعيه، وضع
يعني لا يحتمل تقريبا. يعني نحن في عنا أكثر من مشكلة. مشكلة هي الإطعام والإيواء. الإيواء عنا معدوم بشكل غريب كتير. يعني يعني 1200 مجموعين في مدرسة. يعني مشكلة عنا كبيرة. 4500 موجودين على حدود. تقديم هالمساعدات لهم بشكل فعلي لا يمكن ولا يحتمل. يعني يعني الإيواء شيء والأطعام شيء آخر ومواردنا محدودة بشكل كبير كتير كتير. الآن أخي العدد إذن ليس 700، العدد 1200. العدد عنا بالموجود بالمدرسة أكثر من 1200. في عنا مدرسة ثانية فيها بحدود 400 شخص، وفي عنا الحدود التركية عند السلك الشايك في عنا بحدود 4000 بني آدم. تمام. إذا أنت ضمن نطاق إشرافك الإغاثي أو التطوعي أنت بتتكلم عن حركة 6000 بني آدم تقريبا. نعم حركة متفاوتة. يعني بخف القصف بينزحوا قسم، بيزيد القصف بيزيدوا عنا الأعداد، وعم نقع في مشاكل يعني ما لا طائل نهائيا. طيب الآن أنتم كيف تدبرون تقديم المساعدة لأولئك الناس، ومن أين تتلقون تلك المساعدات؟ سيدي في هيئات خيرية، في عنا محسنين داخل القطر، في يعني بس الإمكانيات محدودة. الطعام يعني على سوية بقدر الإمكان. يعني يعني نحن عنا هلا طباعة ممكن تستوعب، هي عدد سكان شيء 4000 بني آدم. بنجي نحن في عنا الضباعة، بتجي على الضباعة على القرية هيدا اللي نحن عايشين فيها، فيها بحدود 25000 بني آدم أو نفر. يعني طيب هالناس هيدا شو بدنا نتعامل معه؟ في عنا بداخل الضيعة عايشين ساكنين في بيوت الناس، ساكنين مع الناس، ساكنين تحت كروم الزيتون، تحت شجر الزيتون. التعامل معهم بهالطريقة يا أخي صار يسوي لنا مشاكل. إمكانياتنا محدودة جدا جدا. يعني أيام ما عنا إمكانيات نقدم وجبة الفطور للناس. طيب هالناس هيدي أطفال رضع، شو بدنا نتعامل معهم؟ ما الذي تقدمونه لهم؟ يعني شو بتفطروهم؟ شو بتغدوهم؟ طيب هلا نحن عنا المحسن بإمكاننا نقدم وجبتين صباحية مسائية، أكثر من هيك ما في عنا. في عنا إذا كان المحسنين بعثونا جزء من الحلويات، يعني حلاوة، مربى، مربيات، زيتون، هذا بيجينا بطريق المحسنين. يعني بس فيما عدا ذلك من طبخة المساء، يعني من نجي من المساء نطبخ لهم طبخات عادية. يعني كمان تجينا عن طريق التبرع والتطوع من المحسنين، يعني لا أكثر ولا أقل. ما الرسالة التي تود إيصالها ولمن؟ يا أخي الكريم الرسالة واضحة، والرسالة موجهة لكل إنسان، لكل إنسان بيحب يعمل خير تجاه الناس هذول، وهو بحاجة إلى موقف سياسي حازم بهالخصوص. يا أخي إذا فيه مساعدة بهالخصوص، مساعدة الناس يا أخي الإنسانية، نحن عاجزين عنها، مسلمين بهالأمر، بس نحن بدنا مساعدة على أرض الواقع، ولو كان بقرار يا أخي يأخذوا أصدقاء سوريا غير أصدقاء سوريا. نحن بدنا هالمسألة هيدي يعني في يكون لها حل، بغض النظر عن كل المسائل اللي أنتوا شفتوها هلا والناس اطلعت عليها. وأنتوا الرسالة للشرفاء وللأحرار تحديدا اللي ممكن يقدم شيء لهالناس هيدا لا يقصر في هالمسألة هيدا. ايش الحل اللي بدهم اياه الناس اللي انت معاهم واللي بتسمعوا منهم؟ يا اخي حلول ما في، لا حلول ما في عنا حلول نهائيا. حلول نحن عم نعيش الواقع ساعة بساعة. بيجينا بيطلع من عنا 100 واحد رجع على بيته، بيجونا 400، ربما يكون ماني حاسب حسابه بطعام، ماني حاسب حسابه بحرام يتغطى فيه. دخلنا موسم شتاء يا اخي، موسم الشتاء نحن حسبي الله ونعم الوكيل، تنزل قطرة مطر الناس بتموت من البرد. نحن بدنا حل جذري لهالمسألة هيدي بأي طريقة كانت. ايش اللي بدهم اياه الناس؟ ايش الحل اللي بدهم اياه الناس اللي انت بتسمع منهم؟ شو الحل؟ هلا نحن عندنا يا سيدي الكريم، نحن عندنا ايواء مؤقت في مسألة عبور اللاجئين الى تركيا. مسألة العبور هلا متعذرة ومستحيلة على ضوء هالظروف هيدي. الأسباب ما بتخصنا، ما بنعرف شيء نحن بالسياسات. نحن بهمنا هالعبور هذا بيطول، بجوز يطول ناس هلا 40 يوم موجودة في البلد عنا. طيب بدنا حل، بدنا مخيمات يا أخي تحوي هالناس. هذا كلام مهم يا أبو محمد، أنا أشكرك فعلا. هؤلاء الناس يا ريت تعود لزميلي إياد، هؤلاء الناس ليسوا معنيين بقرارات السياسيين،
ولا اجتماعاتهم ولا مؤتمراتهم ولا لجانهم ولا جمعياتهم ولا زياراتهم ولا سفراتهم، بل بعض الزيارات والسفرات التي تعقد لأجل هذا الأمر قد تكون تكاليف السفر وتكاليف الحماية وتكاليف الترتيبات والتحضيرات والأوراق التي تصور وغيره تكفي لإيواء ومعالجة مشاكل كثير من هؤلاء النازحين المتضررين الذين تزداد معاناتهم يوما إثر يوم، إن لم أقل ساعة إثر ساعة، إن لم أقل دقيقة إثر دقيقة. والناشد المنظمات اللي إلها بتخصها الأمور هيدا يعني تنظر في الوضع السيء جدا يعني. نعم أرجو تسمح لي أروح لإياد بعد إذنك. زميل إياد أعود لإله بعد إذنك. شكرا لك يا أبو محمد، شاكرين لك وشاكرين جهدك. هؤلاء أبناء سوريا الكرام، هؤلاء المتطوعون الذين نذروا أنفسهم لتنظيم هؤلاء الناس وترتيب أمرهم ومساعدتهم وخدمتهم. ما زلنا معك إياد. نعم أخنا، أريد أن أنوه إلى أمر مهم، وهو مهما قدمنا للإنسان من طعام وشراب لا يمكن أن يتم الحل ما دام هو في الشارع على الأرض تحت الأشجار يعيش. الإنسان يستطيع أن يعيش على لقمة خبز لكنه لا يستطيع أن يبقى في العراء لفترة طويلة. هنا نعم أيضا معنا الأخ أبو محمد مصطفى. شو بتحكينا؟ منين أنت مصطفى؟ لا اسمع، الحمد لله أنه اسمك مصطفى، لأنه بعدين تطلعوا كلكم أبو محمد أبو محمد بعدين. اللهم صل على محمد. حياك الله أبو مصطفى، والله يحفظ لك هالصغير اللي معك. تفضل. حياك الله يا رب. ايش بتعمل انت هون يا مصطفى؟ لا انا هون، احنا من جبل الزاوي من قريه الرامي مهجرين، صار لنا شهرين هون بالمدرسه. هاي البنت ليك، هاي البنت صار في وجهها جرب من 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 الشيء اللي صار بين الزيتون، بيركين بين الزيتون، صار معهم جرب، الاولاد صار معهم جرب. يعني شوفوا ما شاء الله هالوجه الجميل، هالبنت البريئه الحلوه، ايش اسمها الله يحفظ لك اياها؟ سيمة. هاي أبوها أول شهيد بجبل الزاوي بمجزرة المصطومة. لا إله إلا الله، كمان بنت شهيد. هاي بنت شهيد هاي، والله هاي 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 عار التقصير بحقها في رقبة كل واحد فينا. هاي أبوها أول شهيد بجبل الزاوي. هاي إيش اسمها مرة أخرى؟ تيماء يحيى. تيماء يحيى. تيماء. لا إله إلا الله، يا ريت نحط الصورة على تيماء ونشوفها. تيماء حبيبتي كم عمرها؟ الله يحفظها. هي عمرها 3 سنين ونص. هاي صورتي يا سي يحيى. وين أبوها يحيى؟ ما بيبين هيك من الموبايل، صعب يبين الموبايل، صعب يعني، بجوز في صعوبة، لا صعب نشوفه من الموبايل بحكم كمان. هاي شوي بين، شوي نبعد عنه الإضاءة ببين، نبعد عنه الإضاءة ببين. يعني انتم شايفين يا جماعة، عذرا يعني، هاي تقنيات بسيطة ضمن أوضاع الناس، بس الله يخلفكم على كل واحد ساعدنا بنقل هذه الصورة. الله يرحمه هذا الشهيد، وهاي بنته أمانة في رقابنا جميعا. تيماء طلعت معنا على الكاميرا، لكن في غيرها من اليتامى الكثير، فتيماء يتيمة وكلنا يتامى. إذا كانت تيماء يتيمة الأب فنحن يتامى الحرية والكرامة. نعم. آخ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا شو حكى لك الطبيب عن تيماء عشان يخف هذا المرض؟ لا هذا هلا عم نعالجه، يعني عم يعالجوها، بس ما في يعني معالجة، ما فيها الأدوية يعني اللي بتكفي يعني المعالجة يعني. صحيح. وإيش مكان الدواء طالما السبب موجود مشكلة، يعني طالما الوضع مش صحي اللي بتنام فيه، الفراش يعني بيكون يعني مش نظيف، المكان بيناموا فيه مش نظيف. هلا تقول لك هلا مين قتل ابوه؟ مين قتل ابوك؟ بشار الكلب عطول. لا بدون شتائم، خلص بدون شتائم. يعني شو خنزير ابن الكلب؟ لا اسمع مصطفى، خلينا من الشتائم. الله يرضى عليك، خلينا من الشتائم. نعم الحال صعب، الله يشافيها ويعافيها ان شاء الله يا رب. الله ونعم الوكيل. نعم معك اياد. معك. نعم أخذنا هناك إحدى الحرائر. تفضل. مرحبا خالي، منين أنت خالي؟ خليني أكلمها الخالي. والله يا دولة بركتنا معك وأخواتنا. تفضل يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حابين نتعرف عليك يا أختي، ومن أي منطقة أجيتي؟
أنا من حما بس ما بدي أعرف عنك. احكي أم أم إيش؟ أم محمد أم خليل إيش أنا ديك يعني؟ أم محمد. أم محمد اللهم صل على محمد. أم محمد مين أنت كم واحد أنتوا مين معاكي من الأولاد البنات كيف اجيتوا من حما كيف ظروف انتقالكم من حما لهون كانت؟ نحن ظروفنا كانت سيئة كتير، نحن 6 أشخاص طبعاً وتشردت كل القرية كاملة من 7 شهور وضلينا عم نتشرد من منطقة لمنطقة لوصلنا لهالمدرسة من شي 12 يوم. كم عمرهم الصغار معاكي؟ أعمار الصغار أكبر ولد عندي 8 سنين لحد 1.5 سنة. ما شاء الله كلهم صغار يعني. وأبو محمد وين زوجك؟ الحمد لله معي. معاكي. إيش بتحبي تحكي لكل من يشاهدنا الآن على التلفزيون؟ والله ما بعرف إذا بقى الحكي عم ينفع ولا لا، بس بناشد الإسلام. نعم. ناشد المسلمين بس يطلعوا على ظرفنا، نحن صرنا بسعر ما بدي أشبه حالنا بالحيوانات جل جلالك. يا الله. يعني صرنا أولادنا نايمين إذا بتصوروا بتشوفوا على بالعراق، لا خيام. ما في أي شيء مقدم لهم ولا أبسط حقوق من حقوق الأطفال. يا الله. يعني بدنا حق صغير لأطفالنا بس، لا طبابة ولا متحامين فقط بحصيرة الشوب ذبحون لأمراض أكلتهم، يعني هربنا من الموت على أصعب منه. في عيال فضلت ترجع تنقصف وتموت أفضل ما تموت ولادها قدامها من الأمراض اللي عم تصير معاها. وكنا نصيح ونهتف بالموت ولا المزلة، هربنا الموت جينا للمزلة بعينه. لا إن شاء الله أنتوا أعزاز وأنتوا كرام وأنتوا مقدرين ومحترمين. ماني عم شوف من المسلمين، ماني عم شوف من الشعوب هالشي هاد. إحنا صرنا منسيين نهائيا. معنا ولادات ولدت من 10 أيام قيصريات وغيرها قاعدة، البرغش أكل أولادهم، الدبان، الروايح النتنة. نحن عائلات كثيرة، شغلات ما بتنوصف ما بتنحكى. يعني مشايخ الإسلام اللي عم تسمعني بيرضوا زوجاتهم هيك مثلنا؟ لا والله لا، ما حدا بيقبل. أنا هيئت إنه بقول إسا في إسلام، بس بتمنى ينظرونا نظرة كويسة بس. يا الله يا الله. إيش أصعب إشي أم محمد مر عليكي؟ كم يوم صلك في هذا المكان؟ اللي قريب 12 يوم. أصعب إشي مر عليكي بصراحة خلالها 12 يوم إيش؟ إشي هيك شعرت فيه؟ اللي مر علي أصعب شيء ومرض أولادي من الشمس، حتى نايمين على البلاط كل النهار عم يشتهوا المي الباردة مثل الخلق، عم يشتهوا شهوات ما عم يقدروا يوصلوا لها، عم يرعفوا من الدم كل نهار عم يسرق منه من ورا الأمراض ومن ورا الشمس عم تطرق فيه الليل مع النهار. يا الله. عمرك حسيتي حالك في لحظة انك مش عارفة شو تعملي؟ تمنيتي لو انك انت ما جبتيهم او شيء ولا تتعرض لهذا الموقف؟ امتى؟ والله العظيم لو اسا تاركين لي بيت بمنطقتي ما ضليت بهالبيت وانضربت فيه وما جبت لهالمواصيل اللي وصلت لهم اياها هلا. بتعرفي ابني شو بيقول لي ماما رجعينا على القصف ارحم من هالعيشة هي. يا الله. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. انا بشكرك يا ام محمد وبعتذر منك اذا كان الاعتذار بينفع. ما بدي انت تعتذري لي، بدي الشعوب تتحرك شوي معنا. صحيح، معاكي حق، معاكي حق. ما عندي ايش اجاوبك فيه، ما لي حجه اتكلم معاكي، بس بتمنى الشعوب تتحرك معنا شوي. يعني امنوا لنا اقل شيء خيمه بس تحمينا من حر الشمس، وهلا جاينا شتاء عم تمطر علينا ونحن بالعراء. صحيح، اليومين هذول فيهم امطار. ارجع لإياد لو سمحتي ام محمد، لاني مش عارف شو بدي احكي لك. نعم اخ عدنان، اعتقد ان الصوره واضحه هنا، لا ادري ان كانت واضحه على السكايب. نعم. هل الصوره واضحه اخ عدنان؟ نعم واضحه واضحه. عم نتنقل، دعنا نتنقل قليلا بالمدرسه. طبعا هذه الخزانات. ام الولد بتحكي؟ خلص ثق على راحته على راحته. نعم معنا هنا الاخت تحكي. هي مخوفته لبشار. هي مخوفتك هي ارهابيه، بدك تهجرها عند بلادنا. هجرنا بس رح نرجع كلياتنا ان شاء الله باذن رب العالمين، واذا ما حدا رح ينصرنا رب العالمين بينصرنا.
زلا اسلام ولا غير بده ينصرنا رب العالمين بينصرنا وما بدنا شيء من حدا ما بدنا شيء من حدا بدنا رب العالمين ارحم 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 للعباد كلياتهم والله لا يوفقهم والله لا يسامحوا الله يهده هو وعائلته واولاده مثل ما عم يشردنا ومثل ما عم يعمل فينا والله يفرجينا في نهار الله يفرجينا في نهار ينزل قبل ما يموت مثل ما زال كل هالبشر الله يزله مثل ما زال كل هالبشر الله اكبر واذا كان وإذا كان يفكر هو حسنان لكل هالبشر فهو ما بيسوى هو وجماعته كل العالم ما بيسوى عند رب العالمين جناح بعوضة فلا يفكر هو استقوى علينا ولا استقوى على غيرنا رب العالمين فوق وفوق فوق كل هالبشر هو رب العالمين بينصر على العباد وبينصر الإسلام رب العالمين له حكمي في كل شيء رب العالمين بده ينشر الإسلام فينا رب العالمين بده يرجع الإسلام نرجع لرب العالمين بكل هالشيء فلا يفكر ولا يفرح بنصره لأنه ما انتصر لانه ما انتصر لانه رب العالمين عم يعمل هالشيء ليهده ويذله الله يذله بجاه الحبيب محمد مثل ما ذل كل هالبشر ونحن نصرنا برب العالمين وبس وما بدنا شيء لا من العرب ولا من الغرب خليكم ببيوتكم خليكم بكراسيكم كل يوم صرحوا شكل كل يوم صرحوا على التلفزيون شكل كل يوم طالعوا بيان ما بدنا شيء منكم ما بدنا شيء منكم ابدا والله لا يسامحكم مثل ما عملتوا فينا انتم مايكم اسلام لو اسلام ما صار بالمسلمين هيك لو كنت اسلام ما كان صار في الاسلام ما صار في المسلمين هيك انت كل يوم بتصرحوا شكل ودم ونحن عم نقتل هون ونتعذب ونتشنجط واصلا بهالاطفال نحن ما بنسوى عندكم شيء لو كنتوا بدكم تنصروا الاسلام نصرتوه من زمان لو كنتوا بدكم تنصروا الاسلام نصرتوه من زمان هالاطفال كلها تهجرت بذنب مين ليش شان مين شان مناصبكم شان كراسيكم اخوي استشهد وكل هالشباب استشهد كرمال مين مشان نعيش بكرامي مشان هو رب العالمين هو بينصرنا هو ايه من الموت كلياتنا بس كلياتنا بدنا نعيش بكرامي الغصب عن بشار وغصب عن كل مجرم عن كل مجرم قتل 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 هالعباد ولا يفكر يفرح بشار انه دمنا سيل كل دم مسلم عم يسيل ان شاء الله رب العالمين هيدا فرح ونصر لنا انا اخوي استشهد دمه سيل على الارض هيدا انا عندي اياه فوق الدنيا كلها ونياله ويا ريتني يكون محله ويا ريتنا كلياتنا نكون شهداء بس بدنا نعيش بكرامي وما ننزل وما حدا بالدنيا يزلنا ورب العالمين فوق الجميع شكرا يعطيك العافيه اذا اياد نعم يعني اقامت علينا الحجه وقالت انها لا تسامح اي واحد فينا متصل معها وهذه أمانة في رقبة كل واحد فينا سواء سكر ديني أو فتحهم ما في مجال يعني الرسالة وصلت وهي أبلغ من كل خطيب كما يقال إياد كان في حديث عن الشهيد محمد الفج نعم خدنان معنا والد الشهيد أحمد الفج وعبد اللطيف الفج هم شقيقان استشهدا في الأتارب طبعا الشهيد أحمد الفج كان له الفضل الكبير في ريف حلب الغربي فهو بدأ منذ انشقاقه جاء بسلاحه فقط الفردي إلى مدينة الأتارب وهو من مدينة الأتارب طبعا و جمع أصدقائه وكان معهم في البداية سبع بنادق روسية فقط لا غير كانت البداية كذلك وبعدها استطاع تجميع أكبر عدد من الشباب حتى وصلنا إلى هذه المرحلة التي نحن فيها استطاع فيها الجيش الحر تحرير ريف حلب الغربي وإيواء الناس والنازحين الذين نراهم هنا ومعنا الآن أبو محمد الفج وهو والد الشهيدين عبد اللطيف الفج وأحمد الفج الملازم أول هو منشق طبعا وأولاده عبد الرزاق وعامر الفج نعم أبو محمد فضل السلام عليكم أبو محمد وربنا يرحمه رحمة واسعة وإن شاء الله يعني هو شفاعة لك أخي يا ريت تضعنا بقصة استشهاد هذا الملازم البطل أولا الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والحرية لمعتقلينا الشهيد أحمد فج من فوج 46 من فوج 45 الذي دخل مدينة جسر الشغور وعندما رأى ما رأى في جسر الشغور قرر الانشقاق في الشهر الثاني من سنة
2011 و2012 والتحق بصفوف اخوانه في مدينة الأتارب وكانوا قلة قليلة وهم 7 أشخاص. نعم. طيب وبعدين كيف صارت المواجهات؟ كيف صار الاستشهاد؟ كانوا بأسلحتهم الخفيفة واجهوا القوات أكثر من مرة وتم إحراق دبابات في باب الهوى ومعركتين في كفر كرمين على طريق كفر كرمين باب الهوى وحازوا على بعض الأسلحة الخفيفة من العدو يعني بنسميه عدو نحن لأنه اللي عم يضرب شعبه فهو عدو لشعبه. نعم. حازوا على بعض الأسلحة وحرروا الأتارب لما دخل الجيش في الشهر الثاني استشهد ابني عبد اللطيف في الشهر الثاني وتابعوا مسيرتهم ضد النظام حتى الشهر السابع 27 بعد تحرير الأتارب. و27 كان تحرير الأتارب ولا استشهاد ابنك الثاني؟ استشهاده قبل 27 حرر الأتارب. كان يعني الشهيد أحمد الفج يعني مقاتل وفي الصفوف الأولى مع القتال يعني كان النظام يعبث في المدينة في كل شيء يرى حتى يعني عنا بتعرف أنت السجلات المدنية والسجلات العقارية. نعم. فقام الملازم أول أحمد الفج في لم هذه السجلات جمع السجلات نعم السجلات والأضابير وضعها في أماكن آمنة حتى الآن موجودة ما شاء الله خوفا عليها من هذا النظام. طيب إيش الرسالة اللي بتحب تحكيها كوالد شهيدين تركوا لك أحفاد أبناء شهداء في ظل هذا الوضع الإنساني الذي تعيشونه الآن؟ ما الرسالة التي تقولها؟ أقول لهذا النظام إننا ماضون وهذه ها هم أخوانه 2 مصابين أبنائي هؤلاء شايف لون؟ وماضون في الطريق اللي رسمه وكل هذول الشباب اللي عم بشوفهم حولي كلهم أرى فيهم أحمد الملازم أول الشهيد البطل. الله يخليك ياهم. شكرا لك يا أبو أحمد. شكرا لك. نعود لزميلنا إياد النجار. كانت هذه الصور إذن ضمن جولة بتقنيات بسيطة في إحدى المدارس التي أصبحت دارا لإيواء النازحين. حوالي 1200 نازح ونازحة مع أطفالهم في ظروف إنسانية صعبة، ناهيك عن آلاف متفرقين هنا وهناك حولهم على امتداد الحدود التركية. كلمة أخيرة إياد، ماذا تقول؟ نعم أخ عدنان، كلمة أخيرة أن فصل الشتاء، دخلنا فصل الشتاء الآن وهناك زخات قليلة من المطر الآن ونحن نتكلم معكم. الحالة صعبة جدا، لا يوجد أي حل سوى إيواء هؤلاء المساكين، نقول عنهم حسبنا الله ونعم الوكيل. لا يمكننا إلا أن نوجد خيام لهم أو أي شيء يأويهم من البرد والمطر، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني كل واحد جاي بحرام وعم يحطهم يضبطوا هلا ومشان المطر اللي عم ينزل وهلا الخوف بالليل. يا ريت تعطينا بعض الصور. معانا دقيقتين إياد إذا ممكن نشوف إشي. معانا دقيقتين. كيف الناس بتعاملوا زي هذا الوضع مع سقوط المطر في ظروف إنسانية صعبة زي هيك؟ إيش أقرب حالة علينا ممكن نشوفها بالصوت والصورة كما يقال؟ الآن المطر عم بينزل وإحنا منشوف الناس اللي بيشاهدونا اللي بيعيشوا بأوروبا بيعرفوا هذا الوضع تماما، كيف المطر وكيف بلحظة بتكون الدنيا حرب بشغلوا التدفئة ورطب. هؤلاء الناس اللي في العراء ماذا يفعلون؟ هذه المناطق شديدة الحرارة في النهار، شديدة البرودة في الليل، مناطق في العراء، مناطق جبلية في العراء، ناهيك عن لدغات الأفاعي، العقارب، البعوض،
الحشرات بكل أنواعها، المياه غير الصالحة للشرب، الأطعمة، الأمراض، الأوبئة، يعني هؤلاء في هذه الظروف الصعبة معرضون لتفشي أمراض خطيرة كالكوليرا وغيرها، الله يحميهم. كوليرا، ملاريا، إذا انتشرت هذه طواعين. نعم أخ عدنان، هذه إحدى الطرق لتقيهم من المطر في الليل وحر الشمس في النهار. نحن بين الآن مع دخولنا من فصل الشتاء، يكون في النهار درجات الحرارة مرتفعة قليلا وفي الليل درجات برودة أيضا. يعني أيام الخريف في هذه المناطق صعبة تكون. الخريف، فالحالة صعبة بين النهار والليل. نعم نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. حول ولا قوة يعني إلا بالله. صورة تتحدث عن نفسها. نعم. إياد، أنا بدي أشكرك وأشكر كل الزملاء اللي ساعدوا في نقل الصورة، وإحنا إن شاء الله إن شاء الله نكون معاكم ونستطيع أن نشوف معاكم ونصور معاكم هذا الشيء قريبا. ألو يا أخ عدنان. نعم. ألو أخ عدنان، أريد أن أنوه أننا لا نستطيع أن نتجول في المدرسة كلها لأن الإنارة التي معنا هذه هي الإنارة ولا نستطيع. نعم، إنارة مأخوذة من السيارة. نعم. نعم. نعم نعم، هذه هي الإنارة التي معنا ولا نستطيع أن نتنقل بها بكافة أرجاء المدرسة. نعم. وصلت الرسالة أخي إياد، أشكرك وأشكر كل من معك، وتحياتنا لكل الناس واعتذارنا لهم مرة أخرى، لا نملك إلا الاعتذار، ما لي يد فيما جرى، فالأمر ما أمر وأنا ضعيف ليس لي أثر، حسبنا الله ونعم الوكيل. مستمرون معكم ولكن بعد هذا الفاصل، فلا تذهبوا بعيداً.